اللي عاوز يستثمر الوقت بتاعه لمجد ربنا، اقول لك حاجه واحده، اقول لك حاجه واحده بس، عيش في مشيئه ربنا، عيش في مشيئه ربنا، اطلب كل يوم مشيئه ربنا، اطلب كل سنه مشيئه ربنا، اطلب كل اسبوع مشيئه ربنا، وراجع نفسك باستمرار، انا ماشي في مشيئه ربنا ولا لا؟ هعرف من ايه مشيئه ربنا؟ كتر قعدتك قدام كلمه ربنا وكتره الصلاه، كتره طلبت مشيئه ربنا، ربنا يوم بعد يوم يوم بعد يوم هيورينك مشيئته، وهتعرف تعيش في مشيئته، وهتعرف تعيش صح، مش هتضيع وقت كتير في مشاوير غلط، لكن هتروح بس في الوقت القليل هتعمل فيه حاجات كبيره جدا. بولس قال ايه اخيره نحبيها؟ انه انسى ما هو وراء، ضيعت وقت، استثمرت وقت، عملت حاجات حلوه، عملت حاجات وحشه، انا هنسى كل اللي فات، همتد الى قدام، بس ما اوقفش الايه لغايه. انتوا عارفين تخمين الايه بيقول ايه؟ اسعى نحو الغرض. كان عايش كده، هو انا في هدف قدامي اني امجد سيدي، في هدف قدامي، يعني في رساله رب مداني لازم اكملها، لازم اتمم، انا ماشي في السكه، انا عارف طريقي. لو انا عاوز اوصل من هنا لحد الباب عندي سكتين، عندي ان انا امشي كده والف وامشي كده. ايه ده ايه ده؟ ممكن يا لينا توريني الموبايل بتاعك العب دي شويه؟ مينا الله، ايه المركبه الرائعه دي؟ ممكن امشي كده اهو وهوصل بسرعه. بولس ما كانش كده اهو، 5 ساعات على الفيس وساعتين على النت واربع ساعات خارج مع مش عارف مين وساعتين ايه ومش عارف ايه وايه وايه، لا بولس كان شايف حاجه واضحه جدا قدامي، كان ماشي ناحيتها. وعارفين اجمل كلمه ينفع حد في حياته كلها يقدر يقولها؟ مش ان انا كسبت 1,000,000 جنيه، لكن احلى حاجه حد في نهايه حياته يقدر يقولها، وساعتها ده حقق اجمل هدف في الكون كله ينفع يتحقق. عارفين ايه؟ قول اسالها في نهايه حياته، عملت ايه؟ وهدت الجهاد الايه؟ الحسن. بس كده لا، اكمل السعي، في سعي يا جماعه محطوط، انت ربنا حاطط لك سعي، وانا ربنا حاطط، انت ربنا حاطط لك سعي، انت ليك خطه، انت ليك خطه ربنا حاططها لك. يا بختك يا بختك لو في يوم من الايام قبل ما تموت، قبل ما تسيب الارض ديت، تقدر تقول الايه الجميله العظيمه ديت، انا جهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي الله. يا سلام، يا بختك يا بختك يا بختك لما تسمع من المسيح نعما ايها العبد الصالح الامين، كنت امينا في القليل في 50-60 سنة اللي عشتها، فاقيم كثير. تدخل الى فرح سيدتك، اروع هدف، احلى هدف، اعظم هدف انك تعيش عشان سيدك وتمجد سيدك وتثمر في حياتك.